اولا ويلزمك لي ريكوبيراتور في الوسط عندهم خدمه كبيره يخدموها سو لو بلان اوفنسيف اي ديفونسيف فهمني ويلزمك دي جوار وهذا اللي ما كانش عندنا دي جوار دو كولوار على اليمين وعلى اليسار بخلاف لي زيكسونتري فهمني يلزم عندك دي جوار دو كولوار انا الخاوي علاش نقول لكم ما لعبش وما نتصورش كان انا ما نتصورش كان الكبير فكر باش يلعب 3 4 3 والله ما نتصورش اللهم انتم حكيتوا معه وقال لكم لا لا غياب ازي وقت لا حاجه اخرى غياب الصخير يغزر سي وجدي كان انت عندك رؤيه نحترمها شوف لا انا نحكي لك انت شوف حاجه سي وجدي ذكرني مره الخاوي مشى على اليمين لا يا سي وجدي لا حاجه قلت له ولا عمل حاجه يا سي وجدي هذه راهي رؤيتك نحترم مخدم سي وجدي سي وجدي هذه رؤيتك انت لازم واحد يحترمها خاطر فني راه الماتش كيما نرى الماتش انت ترى مش 3 4 3 انا راه سيمي راه غير ذلك نحترموا بعضنا عادي جدا لكن هي 3 4 3 3 4 3 نظريا ولا تطبيقيا لا نحكي انا ما واحد معناتها كي بدا بالاربعه بال 3 4 3 في الكلاسمون السيستم السيستم سي بوزيسيون دو ديبار تيما من بعد ثم ثم السيستم يا سامي ثم لو سيستم ثم لا تكتيك وثم لا لا لو ستيل ثم لا استراتيجي حاجه سا ديبون شنو نحبوا نحكيو اذا كان تحكي على السيستم نجي نقول لك 3 4 3 نجم او ديبار 3 4 3 من بعد وقت اللي بدات الانيماسيون وكل شيء شفت الخاوي يلعب اكثر من وين تاش تاع المدرب زاد تاش تاع المدرب وين ما عنده بعض المعطيات تعتمد من الملاعبيه في البلاسمون رو بلاسمون سامحني اني جوست تقول لك حاجه تعرف تشوفها بالكدا 3 4 3 3 4 3 تشوفها بالكدا تشوفها بالكدا وقت الكره تبدا عندنا مش تخرج مش تخرج من عندنا الكره افيك ان ادفيرسير في ال 50 متر نتاعو الاخرانيين في ال 50 متر نتاعو تشوف وقت الرسم التكتيكي اللي تحكي عليه انت تشوفه بالكدا 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 شفتوا برشا 3 4 3 انت في الدوزيام ميتون تغير هذاك الدوزيام ميتون ما كاين ما نحكي جوست نكمل حاجه شوف ثم متغيرات عندك الكره ولا ما عندكش الكره احنا عندنا الكره 3 4 3 لكن مش صحيح انه وقت خسرنا الكره نلعبوا اون 3 4 3 اي صار ديزيكيليب هو غياب الصخير اسلام غياب الصخير راهو غير من فكر سيمون ذا الكبير خاطر ديما في كيما في وجود الصخير يكون هو سونتينيل مع دوريليور هذا في وجود الصخير ديما ما يتغيرش لكن تغير وقت اللي غاب الصخير حاول يلقى بعض لي سوليسيون باش يخلط اكثر فير لافون وخلط تحب اي اما سامحني اني ريت بوجود الصخير بوجود الصخير البلوك نتاعنا وين يلعب؟ يلعب التيل فوالا اي هنا هذاك علاش ولا خاطر المنافس ما كانش خارق العاده بدون يسجل 3 4 3 انيسيال وقتها عندنا الكوره مشى وشفنا حاجات باهين وشفنا باسات باهين شفنا شوف الملاعبيه اللي جاوا من تالي الاسلام الملاعبيه اللي جاوا من تالي هما اللي سجلوا ماهوش لي زاتاكو العيدوني العيدوني ودراجر ومعلول هما اللي جاوا من تالي يعني دوزيام بال خدمنا نلعبوا اليس وفرجاني كان نجم يسجل وحتى الباس ديسيزيف ماركا بها كانت مع عند دراجر اظن دوزيام بيوت يظل لي باس ديسيزيف مع عند دراجر خاوي الخاوي باس ديسيزيف يظل لي مع عند دراجر انا ثم الباس ديسيزيف مع الخاوي بونتو دراجر باس ديسيزيف مع الخاوي بونتو دراجر باس ديسيزيف مع الخاوي انا مقيدهم فهمتني وثم رميز تاع مرياح عمل باس ديسيزيف مرياح في البونتو الرميز بالراس هذيك شاط الكفران هذيك العيدوني لول العيدوني هذيك باس ديسيزيف مع مرياح اي معلول بونتو مدوا له سليتي اي هذو هذوما البونتويت معناها ودراجر عطاها الخاوي حب نرجع لك الحاجه بالله لا الخدمه تاع ما عطاها سليتي ملاحظه خدمه كبيره خدمه برون صحيح سامحني ملاحظه صغيره ملاحظه صغيره احنا ثم لاعب في الفريق الوطني اللي انتقدناه برشا البارح لانه المنافس مش قوي البارح لقيناه حتى في لي 25 ديرني متر وحتى في الزون ادفيرس فرجاني ساسي لعبوا أليز وصل فرجاني ساسي اللي في المباريات الأخيرة متاعه كل فرجاني ساسي اللي نعرفه قبل أني صح فرجاني ساسي اللي سيتي معناتها أن فيريتابل أنيماتور أوفنسيف يوصل نيميرو 10 يوصل يخلط هو باش يماركي وباش يعطي لا ديرنيير باس البارح فرجاني ساسي شفناه أليز سلام يافي با دو بوزيسيون سامحني سامي يذول لي سخير الوليد اللي كان سونتينيل معناتها يلزم يلقى السوليسيون خاطر كلنا نمروا فتره به ما تجبش نحي فرجاني ولا عيدوني وسخيري حاول يلقى خلطه افيك دوروليور للامانه معناتها في الماتش الكل ما ريتش الكاليتي وما ريتش وصلنا اكثر لكاش قد ما وصلنا البارح حب نرجع ل 3 4 3 دار توصيه المدرب بونتو معلول نلقى سليتي تخلى الوسط وخلى الاسباس للمعلول يبداو هكاك ومن بعد يتغيروا شو يصير كي تبدا تخدم اوتوماتيكمون سليتي والخاوي يدخلوا
باش يفاضيو اكثر البلاصه. حتى لي سونتراج ما كانوش دي سونتراج هكا طويل، لا كانوا دي بتيت باس حتى في الروتري. يعني ظهرت توصيه المدرب انك تمشي بسرعه كبيره برشا افيك لي بتيت باس والسرعه في الـ في الـ في التمرير. نشوف انه اليوم فكر سيموندرن بعد مباراه تاع البارح باش يغير برشا، وصل اكثر للكاش بدون الصخيري. شوف باش يكمل فيها معناها مستحيل. انا مستحيل انا جامش لا 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 انا ذاك نجح بالنسبه لي. انا لاعب حسيته مظلوم في المنتخب اللي هو اللي انا بالنسبه لي انا قناعتي اللي هو دراغر. دراغر سو البلان اوفنسيف يتكامل برشا مع علي معلول، يبدا في فورما في احسن حالاته. دراغر احسن على الدروا في ليكيب ناسيونال، ويلي سوليد ديفونسيفمون ويلا توكو كاليتي اوفنسيف ويلا رابيد ويلا تو. قعدت نتعجب انا ما نعرفش، ما عنديش المعلومه علاش غايب المده هذه كلها. ما هوش يلعب جمله في جمله، ما لعبش حتى ماتش لحد انا ما عنديش معلومه. ما نوتنغهام فوريست اي اخي هما ثم عندنا جوارات ما يلعبوش بكلهم في جمعياتهم ويلعبوا في الفريق الوطني. يا اخي حاجه تخلقنا احنا الخاوي الكل ما يلعبوا الكل يلعبوا تي تي هاني قول لهم قبل معناتها التاريخ تاريخ المنتخب الوطني هذايا اي حاجه بيزار. لاعب ما يلعبش يعني شنو رايك؟ لاعب ما يلعبش في جمعيته ويكون موجود في المنتخب يبدا اداء باهي. شوف احنا صارت رقم ماهيش بدعه جديده، ما صارتش كان مع المدرب هذا ولا مع صارت مع مدربين برشا كانوا في تونس في وقت ما. ونحكي على شخصي ما نلعبش في تركيا وموجود كونفوكي في ليكيب. نحكي على شخصي يعني مش ما نبعدش بعيد. شوف انا باش ننقد روحي ما نلعبش وموجود في ليكيب ناسيونال، والبرفورمانس نتاعي انا في ليكيب ناسيونال اكثر من موجوده في النادي. راهو هنا قراءه مدرب، لكن غدوه كي ما تنجحش المنتخب ولا ما ينجحش اللاعب اول واحد يتحمل مسؤوليته هو المدرب. لو فات انه نجح دراغر ما يلعبش ويعطيك برفورمانس هو نجح في بنص هو دراغر الزوز نجح فيه ولا يعني انا كنت نجم شد جول بقى. هو حتى على التصفيات عدا تصفيات ممتازه كنت نجم شد جول ونحط كورايا ونجيب لي كاستاي في زامبيا كان سيزي والبارح نحى بينالتي ونحى كره ثلاث واحد اخر. ليه عمل ماتش باهي؟ شنو هو سامي عمل ماتش باهي انا حاجه نبنيو عليها هي مباراه البارح هي اللي تا ديسبري. شوف رفيعه هذاك جاي راه قبل بنهار وعمل كان سيونس دونترونمون باش نسالك عليه بعد وكي دخل عطى ليكزومبل وعطى الاضافه. وزاد حاجه اخرى في البونتو نتاع دراغر، تعرف دراغر اللي مشى انا يحكي لي اللي موجودين في الملعب مشى المكلوثي الكشريده ومشى الكشريده صحيح. هذه توريك السوليداريتي نتاع ليكيب ناسيونال في الوقت الحالي. يعني ري دروا يماركي ويمشي لاصحابه زوز، يعني حاجه باهي نجموا نبنيو عليها. الجو باهي في المنتخب معناها حب ميساج حاب يعدي. شوف انا نقول لك الجو باهي، لا الجو باهي. تشوفوا الجو تشوفوا ديما وقت الخساره صحيح. هذه